سلام اليوم ان الله من مطبخ الاميره راح نقدم لكم تارتوليت بجوز الهند والليمون وصفه جد سهله وبسيطه في البداية حنبداو بالمكونات الخاصين بالعجينة الصابلي لحين نحتاجو ميه خمسة غرام زبدة أيضا ثلاث ملاعق من السكر الناعم نصف ملعقة فانيليا صفار بيضة وأيضا ميتين وخمسين غرام من الفرينة في البداية حنبداو بالزبدة لي هي مية خمسة وعشرين غرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة راح نضيف لهم ثلاث ملاعق من السكر الناعم ونحاولوا انه ندخلوا كامل كميه السكر في الزبده حتى تولي عندنا كريمه كما راكم تشوفوا في هذه المرحله حنضيف صفار حبه بيض وايضا حنضيف نصف ملعقه من الفانيليا تقدروا تستبدلوها بمبشور الليمون ثم حنضيف كميه الفرينه اللي هي دائما ضعف كميه الزبده اي 250 غرام حنضيفوها شوي بشوي تبداو تلمو في يعني في العجينه مش تحطوها على مره وتستعملوا اصابع اليد دائما باش تحسوا بالعجينه حتى نستلملكم لكم تبقى عجينة طرية حين تغلفوها بورق شفاف راحين تحطوها في الثلاجة ترتاح على الأقل نصف ساعة في هذه المرحلة راح نحضر أنا الحشو الخاص بذولي تاغتوليت بالنسبة للحشو خاصة أن يكون بجوز الهند وطعم الليمون وأيضا حنستعمل اللوز لذلك حنحتاج إلى كيلة اللي هما اثنين حبات بيض حنديرهم في كيلة ونفس الكيلة زوج حبات بيض حنستعمل كيلة سكر أيضا كيلة من الزبدة الذائبة نصف كيلة من عصير الليمون وكيله من جوز الهند ايضا عندي ملعقه من مبشور الليمون واخيرا عندي كيله من لوز افيلي اللي هو لازم يكون يعني محمص باش يعطينا نكهه مميزه عندي البيض مع كيله السكر كيله الزبده بعد ما تذوب كامل كميه السكر راح نضيف كيله جوز الهند وملعقه مبشور الليمون وايضا راح نضيف كيله اللوز طبعا القوام مش راح يكون قوام سائل وايضا مش راح يكون قوام متماسك يعني راح يكون نصف يعني بين وبين كما راكم تشوفوا يعني على القوام باش تنجح لكم الوصفه باذن الله تعالى وبعد ما سحت لي العجينة كنت استعملت ورق شفاف ما بين يعني العجينة حاولت اني نحلها لازم العجينة ما تكونش بزاف ركيكه تكونش يعني آه بزاف خشينة متوسطة الحجم وحنستعمل طابع دائري وندير دوائر من العجينة كنت انا اخترت اني نستعمل هذو لي مول بزاف بزاف هايلين وشكل يعني لي تاغتو فيهم روعة وانتم استعملوا اي مول يعني متوفر عندكم بالنسبة للدوائر لازم دائما تكون أكبر من من الليمول لأنه هذيك يعني المساحة زائدة راح تروح للأطراف نحاول أني نتقن عملي في هذه المرحلة باش يخرج لنا شكل لتغتولات متحوف وشكل متقون لذلك لازم تركزوا مليح في هذه المرحلة تحاولوا أن العجينة تكون يعني مستوية بشكل جيد في جميع الأطراف بالنسبة لكمية العجينة هي دائما ثلاثين بالمئة وكمية الحشو هو سبعين بالمئة لذلك لازم تكونش عجينة يعني ديكا وما تكونش خشينة يعني تكون متوسطة هذا النوع من الصينيات الخاصين يعني بليتاغسوليت لازم يكون عندهم شكل من الحواف شكل يعني يكون جذاب ومليح لذلك انا نركز انه انه نسقن عملي في صناعة الحواف بهذه الطريقة لان يعني الانسان يتعب ويأخذ يعني وقت في المطبخ لذلك يحاول انه يتقن عمله ويكمله للاخير بالشكل المطلوب كما راكم تشوفوا فيما بعد بواسطة يعني سكينة حين ديرو ثقوب في الوسط ولكن توصلوهاش يعني لأسفل آه القالب لأنه اللي حشو سائل يقدر يعني ينزل لتحته وفيما بعد كي طيب تلصق العجينة في القالب فدايما ديروا ثقوب فقط تعني في السطح فيما بعد حين تبداو تحطوا فيه كمية الحشو في الوسط طبعا بشكل ايضا متقون وجميل باش تخرج لنا يعني حبه من التغزلات ولا أرواح شكلا ومذاقا طبعا بالنسبه للكميه آه تقريبا جبت لي 13 حبه على حسب يعني حجم لي تستعملوهم انا بهذو ليمول مول جبت 13 حبه من لي وايضا من الحشو يعني هذا الحشو حشالي لي 13 حبه من لي فكانت الحشوه والعجينه يعني آه متناسبين مع بعض راح نحطوهم في الفرن على درجه حراره 150 حتى يديولنا لون يعني احمر وذهبي مطيب لنا ديك الحشو اللي في الوسط انه يكون حشو يعني سائل ولكن كي في الفرن راح يولي عندكم حشو متماسك لانه فيه بيض هذا هو شكلهم بعد ما خرجوا من الفرن من الفرن يعني تشوفوا انه الحشو ذهبي ايضا الحواف دونا لون جميل طابوا بشكل رائع لما يكونوا مسقونين صدقون يعني ما يتكسروا لكم شو لكن اذا كانوا بشكل عشوائي راح يتكسروا لكم ويتحرقوا لكم ويروح شكلهم يعني الجميل لذلك نركز على هذه النقطة يعني شوفوا اللون الذهبي في كامل الحبة طابوا يعني بشكل مستوي ورائع التزيين ايضا اخترت ان نزينهم باللوز ايفيلي يكون محمص على بالي انه الكثير يظنوا انه اي وصفه فيها اللوز تكون وصفه مكلفه ولكن صدقوني والله هذه الوصفه فقط يعني شريت بمئة دينار من اللوز ايفيلي لانه يكون خفيف جل الكميه كأنها كبيره فاستعملت كيله للحشو وباقي الكميه استعملتها للتزيين في السطح ف يعني لم تكن ابدا وصفه مكلفة بل بالعكس حنا في الأيام العادية في تغسليات محتاجين أن نستعمل فواكه لتكون أكثر تكلفة ولكن في الشتاء نعرف أن الفواكه تكون ناقصة لذلك اختارت لكم هذول الرائعين في هذا الفصل وأيضا يعني والله بتكلفة قليلة فقط الإنسان يعرف يعني كيفاش يمشي أموره كيفاش يسير الميزانية وربة البيت لازم تكون ذكية في هذه الأمور احيانا لازم توجدوا يعني مكونات من قبل لما تجيو يعني تديروا اي وصفه يكونوا عندكم المكونات يعني موجودين في البيت عندي كميه لوز الايفيلي محمص في السطح وكاخر مرحله راح نرشو بكميه قليله من السكر الناعم وتكون نصفتي جاهزه حبيت اني نفسح لكم يعني حبه في الوسط باش تتاكدوا يعني انه الحشو يبقى طري كما راكم ايضا يعني عجينه صابلي عجينه رمليه تسفت ست في الفم ونتمنى بذلك انه وصفتي لنا اليوم تكون عجبتكم اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ايضا ضغطوا على زر الاعجاب وضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد دمتم أوفياء ان شاء الله في وصفات اخرى باذن الله